سيداتي وسادتي، السلام عليكم. اليوم انا شرف باستقبال التلميذان امال ايمن والنبي اسماعيل من ثانوي ديكارت. مرحبا بكم. وعليكم عليكم السلام. هل يمكنكم ان تقدموا لنا انفسكم؟ نعم، اسمي ايمن امالي، عمري 14 سنة وادرس في الثالثة في ثانوية ديكارت. انني بدأت التعلم اللغة العربية لما كنت في الرابعة من عمري في بلد السودان، فاعجبتني هذه اللغة واستمرت في تعلمها. بالنسبة لي اسمي النبي اسماعيل ولدي 14 سنة، انني اعيش بمدينة الرباط واقرأ في الثالثة بثانوي ديكارت، واتكلم بالدارجة المغربية منذ صغري. اولا اردت ان اسالكم عن نظرتكم وعلاقتكم باللغه العربيه. ان اللغه العربيه هي لغه بلادي وديني وادرسها منذ الطفوله. ارى اللغه العربيه كلغه مهمه يجب ان استمر في تعلمها، لكنني اظن ان اللغه العربيه في طريقه اختفاء، وقد لم أستعملها بقدرة اللغة الفرنسية لأنها أكثر صعوبة بالنسبة لي، وذلك بسبب وجود تشكيل وإعرابها المعقد. ثم كيف توقعون نفسكم في المجتمع العربي؟ وهل تهتم أكثر بالدارجة أو بالعربية الفصحى؟ بالنسبة لي إنني مندمج في المغرب، وفي البيت أهتم أكثر باللغة العربية الدارجة، أتكلم بها مع أسرتي وأستعملها أيضا في الشارع ومع أصدقاء الحي. وفي المدرسة أهتم باللغة العربية الفصحى لأنني يجب أن أستمر في تعلمها. وبالنسبة لي لم أحس بنفسي مندمجا في المجتمع العربي، لكن لدي سهولة كبيرة في التكلم بالدارجة المغربية، ولكن لم أحب أن أحس بأنه مفروض علي أن أتكلم بالعربية الفصحى في المدرسة. ثم هل الشباب من جيلكم يهتمون بالفنون العربية؟ نعم، أهتم بالفنون العربية لأنني أستمع لموسيقى بالعربية الدارجة وأتفرج في أفلام بالعربية الفصحى. لن أهتم صراحة بفنون جماعة، لكنني أحب أيضا مشاهدة أفلام مغربية بالدارجة. أخيرا، هل تستعملون العربية الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إنني لا أستعمل المواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية لأنني لا أستعمل اللغة العربية في الإنترنت عامة. كلا، إذا استعملت الدارجة أو العربية الفصحى في أي موقع التواصل سيمزح علي أصدقائي. زائدا من الصعب بالنسبة لي أن أكتب على الهاتف النقال أو الحاسوب بحروف عربية، وبكل احترام قد أكره الذين يكتبون باللغة العربية بحروف فرنسية. شكرا على قدومكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.